السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض كريم لتفتيح بشرة الوجه، كريم هايل. هنستعمل الكريم ده يوميا لمدة اسبوع واحد. بعد اسبوع هتلاقي بشرتك منورة، وهتلاقي فعلا درجة اللون افتحت، وتقدري بعد كده تستعمليه على حسب الرغبة. ممكن بعد الاسبوع ده تستعمليه مرتين في الاسبوع لنتيجة هايلة وبشرة منورة. المكونات بتاعه الكريم بتاعي ده رخيصه وموجوده في كل بيت ان شاء الله، وكمان طريقته سهله قوي. هحتاج لمعلقه من الدقيق الابيض، الدقيق الابيض العادي، وزيها بالظبط معلقه من دقيق الرز. دقيق الرز ده انا عملته ازاي؟ انا جبت الرز المصري وغسلته كويس، وبعدين نشفته، وجبت الكبه وطحنته فيها، فحصلت على دقيق الرز بالشكل ده. بودره، مقدار دقيق ودقيق الرز زي بعض. اقدر اجيب برطمان صغير واحط الاثنين دول بنفس الكميه، ويكونوا جاهزين عندي بطريقه سهله على الاستعمال. هحتاج كمان لمقدار من الحليب على حسب ما شكل الكريم بتاعي، القوام بتاعه، واحتاج لنص معلقه من العسل الابيض. هنجيب بوله فاضيه علشان نعمل فيها الكريم بتاعي، وادي معلقه من الدقيق الابيض ومعلقه من دقيق الرز ونص معلقة من العسل الأبيض، وهحط الحليب على حسب الرغبة أو على حسب القوام بتاع الكريم بتاعي. مكوناته بسيطة جدا بس كلها مفيدة جدا للبشرة، وخصوصا للناس اللي عايزة تبييض لبشرة الوجه. نقدر نستعمله على أي مكان في الجسم، اي ماسك ممكن نحطه على وشنا، ففي الغالب بينفع على اي مكان في الجسم، لان طبعا بشرة الوجه حساسة جدا، فينفع تستعمليه على ايدك، على كوعك، على اي مكان انت حباه. ادي كده قوام الكريم بتاعي خلاص جاهز. هعمل ايه؟ هجيب منه كده، هاخد على ايدي كده واحط على بشرة وشي، وهفرده كويس كده طبقة حلوة من الكريم. اهو هسيب الكريم بتاعي ده ينشف حوالي 20 دقيقة. بعد 20 دقيقة هوريك شكله هيبقى عامل. دلوقتي بعد تلت ساعة خلاص كده تقريبا هو نشف، مش بينشف قوي يعني، بيبقى طري على البشرة كده. مجرد ان انا هفركه كده، اهو هفركه، وبعدين هغسل وشي كويس. يعني انا شايفة من دلوقتي ان في تفتيح اهو، هغسل ايدي واجي. دلوقتي اهو غسلت ايدي، ان شاء الله هتعجبكم النتيجة جدا، نتيجة جميلة قوي اهو. بعد ما بخلص بقى بقفل المسام عندي بمية الورد. مية الورد دي انا حطاها عندي في التلاجة، واجيب اي قطنة اللي هي بتاعت ازالة الميك اب على طول. القطن ده عندي مفيد قوي، هو بمرره على وشي كده. ان شاء الله تعجبكم النتيجة بتاعت الماسك قوي. اتمنى ان شاء الله الفيديو يكون عجبكم وجربوه، وان شاء الله الفيديوهات الجاية ههتم بقى بالناس اللي عندها حبوب في بشرتها، الماسكات اللي تقدر تعملها عشان تفتح بشرتها وتضيع الحبوب. اشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد، ومع السلامة.